السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية طلاب من أعزاء. وصلنا عند الموضوع في الكارديولوجي عن الانوست ميرمر. موضوع الانوست ميرمر موضوع مهم تسألوا عنه، وهذا هو اسمه الثاني بناين ميرمر. هو عبارة عن ميرمر هو بناين، شيء فيسيولوجيكال بيكون فيري كومن عند الأطفال. غالبا أعمار هذول الأطفال بيكونوا 3 إلى 7 سنوات. It is a functional ميرمر not organic ميرمر، يعني ما في عندي organic pathology له. It is not organic، ركزوا عليه not pathological، هو not pathological associated with normal ECG. الـ ECG بيكون normal، normal cystic X-ray، normal echo. ولكن هذا الشيء ما بيعني إن نعمل للطفل نعمل له cystic X-ray أو نعمل له echo ولا حتى ECG. It is not indicated. Increase by fever، ميزات النوست ميرمر أو البناد ميرمر إنه بيزداد بالفيفر، بيزداد بالأنيميا، بيزداد بالستريس، بيزداد بالكراينج. الاكسرسايز لما الطفل يلعب اكسرسايز بيزداد هذا الميرمر. و سوفت، هو سوفت فيري سوفت، اي واحد سوفت يعني هو خفيف، صوته تكون حدته تكون اقل من 3، لانه الميرمر حدته بقسمها من 0 الى 6. هذا الميرمر بيكون 1 اور 2 جاست، يعني 1 اوفر 6 اور 2 اوفر 6، مش اكثر من 2 اوفر 6، هو اقل من 3 على 6. اي سيمبتوماتيك، الطفل ما عنده اي اعراض. سيستوليك اجكشن ميرمر، نوعه سيستوليك اجكشن يعني ميد سيستوليك ميرمر، يعني نعرف انه في عندنا الصوت الاول اللي هو لب، الصوت الثاني دب، لب دب دب دب. في عندنا بين اللب والدب اللي هو سيستول، بنص هذا السيستول في عندنا ميرمر اللي هو هيك زي هيك، بكون البش دب البش دب. هذا بكون بين اللب والدب، هذا بسموه اذا كان بنص السيستول بسموه ميد سيستوليك ميرمر او بسموه سيستوليك انجكشن ميرمر. هذا بيجي بالانوس ميرمر، حدته بتكون زي ما حكينا سوفت من 3 على 6. تشينج بالبوزيشن، مع البوزيشن ايش بتغير. نيفر بي ديستوليك، مستحيل يكون ديستوليك. اذا كان ديستوليك هو شماله فهو باثولوجيكال، يعني زي ما حكينا في عندنا اللي هو اللبدب، اللبدب لازم يكون البشتب البشتب. اما اذا كان زي هيك لبش لبش، هذا اذا كان بعد الديستول بعد الاستو هذا بكون باثولوجيكال، ما بكونش انوس ميرمر. ارجوك ركزوا على هاي المعلومه. تريتمنت، هل في تريتمنت؟ ما في تريتمنت ولا شيء. ري اشورنس، طمئن الفاميلي، البيرنت، الاب والام، فاميلي ممبر، نو نيد فور تريتمنت اند ايفن نو نيد فور انفستيجيشن. هاي الانوس ميرمر فيري كومن، نسبته يمكن توصل اب تو 30% الى 40% من الاطفال بهذا العمر اللي هو 3 إلى 6 سنوات عندهم هذا الانوس ميرمر. هيك خلصت موضوع الانوس ميرمر، اتمنى انكم استفدتوا. نتقابل ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله.